ده مش ده اللي بيطلع في اللي هو بتاع فيلم بتاع اسماعيل ياسين في مستشفى مجانين اللي كان بيقول دي منطبة يا معلمي منطبة؟ هو خليه بقى يركز بقى، انت ما شفتش اللي انا شفته امبارح؟ اوه وريه. ها حامل ده تمثال. الله اكبر الله اكبر، خرب بيتك انت ما كنتش عارف ان هو تمثال؟ كنت طول الوقت بتبيعه على اساس انه ايه، خص وملانه. مبدئيا المكان ده ملعون. شفت يا دولا، عشان انت ما كنتش مصدقني. شفت يا عم؟ كمل يا معلمه. معلمه؟ معلمه ايه؟ انا بروفيسور معايا شهاده الدي اتش اف، تخصص لعنه فراعنه. يلا يخرب بيتك، بروفيسور تقول له يا معلمه؟ احنا اسفين جدا، اتفضل كمل يا اسطى. المكان ده مليان لعنات كتير قوي، بس انا مش قادر احدد كام بالظبط. انا شايف دلوقتي لعنتين، كل لعنه ألعن من التانيه. علي اللعنه، الراجل ما فاهم حاجه. يا دولا بقى يا دولا، خليه بقى يشتغل بمزاج. طب والعمل بقى يا كابتن؟ عمل ايه؟ العمل عمل ربنا ونعم بالله، ما قلناش حاجه. بس يعني حضرتك ارواح الفراعنه دي هتطردنا ليه؟ ده واحد ارواح الفراعنه يعني تضيع وقتها وتيجي تطردوا حضرتك؟ وبعدين حضرتك دي كلها يعني اثار مش حقيقيه. لا حضرتك فاهم غلط، دي اثار الفراعنه فلازم تيجي تحميها. حضرتك دي تقليد لاثار الفراعنه عشان الاجانب يهدوها لبعض يعني. يا دولا بقى ما تكبرش بقى يا دولا، انت ما شفتش اللي انا شفته امبارح يا عم؟ ما بيقول لك ارواح الفراعنه. انت برضو مش عايز تصدق. حضرتك اصدق ايه اذا كانت ارواح الفراعنه دي مش عارفه تحمي الاثار الحقيقيه اللي بتتسرق وتتصدر لبره؟ هتحمي شويه تماثيل تقليد جوه بازار؟ لا انا هقول لحضرتك بقى يا كوتش، بص الفراعنه واللعنه هما مالهمش دعوه، دول اثار تقليد ولا مش تقليد ولا اصليين، دي المصلحه بتاعتهم فلازم يجوا عشان يحموها. دي المصلحه من زمان قوي، يعني رزقتهم من 5000 سنه. رزقتهم من 5000 سنه؟ امال ايه، بيشتغلوا فيها ومعابد وبتاع واثارات وناس رايحه ناس جايه، في فلوس يعني. بقول لك يا استاذ عادل، المكان هنا ملعون وفي لعنات كتير قوي، بس انا ممكن اطلعهم لك وكله بحسابه يعني تقبجني. ايه يا عم انت جايب لي رفعي طلع لي تعابين من محل. حضرتك انا مش عايزك تطلع حاجه. مش هتطلع حاجه؟ وتفضل اطلع انت بره. انا؟ ايوه. يعني بتطردني؟ ماشي، اتفضل حضرتك بره. ممكن اخد الشنطه؟ اتفضل خد الشنطه وخد اللعنه. اتفضل. واللعنه. ماشي، بس هترزق على فكره. ماشي، ترزق بعيد عننا، اتكل على الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده حرام يا عم. يا دولا بقى يا دولا، ما خليتوش يطردهم ليه بس يا دولا؟ طب انا دلوقتي بقى هبات في البازار ده ازاي دلوقتي؟ تقلقش يالا هترزق.